باقي جوا حويان علماء الصومالان علماء الصومالان لفدبرت بلشيد الصوما الصومالان ويا واحد دتك بران علمي واحد شو جوبه عبادة ده كلمة دود والله مغلية دذال كوه حكومة صعداء حكومة ده وحكومة صعداء حسبية ده وحكومة صعداء صحافة ده صدق هذا صدق مودة إني آد وقش شقينا يان سوقي واحد لكن واحد الدول إن الدور كي علماء علماء العلم جدات كاي برا يان مركز لقي ما دو وحنو تشعلنا هاي إن المساجد ده قاران يبوا هو وين أي كسم يا ما أنت تجمعها إن قصة صعتها وحن قعد صنع علماء الصومال لان وين يدود دلك قريبة كاهين وجود ده بعرها شيخ بربرا وكشري وعلماء الشيخ دير ليه شيخ محمد علي قال ليه شيخ محمد عدني علماء فربنا أي كهد ليين مساجد كا عن مكان يو أدلو جهد ليي ربتها سوقا كذا عليه هذا واحد دوننا قاران كنا دو قريب كنا قطان ومساجد كستبع العجوين ومضى وصوب.